مرحبا بابا. وشكرا بارك عليك رب يحفظك ان شاء الله. متقاعد من التعليم. متقاعد من التعليم. بون عايشت بلادي تقريبا في فترات عديده حكم بورقيبه المرحوم وبوزين، وعشت الفترات الكل تقريبا. يبقى ان القضيه توا كلها متوارثه في الثقافه. عندنا حاجتين، ثم في العمل يعني قيمة العمل تبدو ضعيفة في بلادنا، قيمة العمل مفقودة بصراحة. مشكلتنا في قيمة العمل، ما نعطوش للعمل قيمة، لأنه في كل الحالات المجتمعات ما تستقيم أمورها إلا ما تولي قيمة العمل هي الأولى ثم يأتي العلم. احنا القيمتين هذوما بصراحة تهوننا فيهم، خذيناهم في بداية الاستقلال أعطيناهم شأن، ثم العدد التنازل يبدأ. التعليم تشوف الحالة اللي وصلها، والعمل تشوف، يعني العمل كل إنسان لازمك تحط بحذاها رقيب، إذا غاب الرقيب ذاب العمل، غاب العمل. هذا مجرد حاجات الرقيب لازم يكون في مخك أنت. أنا قلت لك إحنا تو ثقافة العمل وقيمة العمل ضاعت. عندنا فكرة رزق البيليك، ما تنحتش من أمخاخ، رزق البيليك تخدم البيليك، مسمار في حين. إي مسمار في حين. تو قضية الواحد، قضية التعليم زادة. قضية التعليم انهيار كبير، والمؤلم ان كلنا نعرفوا اللي هو ينهار، وكلنا نصوروا فقط. سنوات قاعدين هنا. كلنا نصوروا فقط. ما سماش واحد مد يده للاصلاح، وكم من حكومات تعاقبت ووعدت بالاصلاح وما ثم شيء. ممكن تكون تم استعمالها حملات انتخابية في سنوات. مأساة انك تستعمل حملة انتخابية في دارك. جيل دارك. تبدا تعمل في حمله وانت دارك مثلا مش مستقيمه، اصغارك جواعه كذا كذا، وانت تعمل هكاك لابس جبه وتتكلم. انا رايي ثم زوز قيمه التعليم وقيمه العمل ضاعوا، وهذوما اهم شيء. هذه تجيب الثروه وهذه تجيب الثقافه والفكر. اليوم مجتمعنا ما الثقافه والفكر تراجعنا برشا برشا برشا. هي التراجع مربوط بعده حقول اخرى كما قلت لك، مربوط بالانتاج، مربوط يعني المحيط نتاعنا، ما تجي الامور راي مربوط. راهو نحن اصبحنا في عالم تو، والعالم قريب من بعضه، يتاثر الانسان. اليوم الانسان يشوف بضاعه في كذا يبدا يحلم نفسه باش يشراه، وحتى فوق طاقته، واحيانا يمر للسرقه باش يشراه. هنا مأساة يعني. ما عوضناش اليوم الفرق نتاع التطور التكنولوجي اللي صار وأثر على المجتمع. لا. نحن ديما متكلين على الغير، نستهلك ما لا ننتج، مش تبقى القضية هكا يعني متواصلة إلا ما تكون رجة حضارية، طبعا رجة حضارية عنيفة تعيد العقول إلى مكانها الطبيعي، أما بدون رجة عنيفة لا. تو مثلا الحاكم هذا الموجود قيس سعيد رئيس، أنا بصراحة بصدق في الجملة تي ما تسألنيش على ما أنت معاه وهذيك التسجيل والنفاق، لا أنا راح عنده نقطة أنا حاجتي به. تونس هذه منذ الاستعمار، منذ الاستقلال الأول، لم يأتي إنسان يعني يمس ثم نقاط كما الإلكتروشوك، يعني عمل لها رجة كهربائية، هذه تعجبني. مثلا شوية أكل إعادة الأمور نصاب من ناحية السرقات، من ناحية الدوسيات المدلسة، من ناحيه هذه المحسوبيه وكذا، هذه نقاط ما تكلم على حد وما حد من زمانه. انا تعجبني النقطه رغم اللوبيات. انا تعجبني يعملوا اللي يحبوا، النقطه هذه تعجبني فيه. ثم نقاط اخرى. خطوه اولى لاصلاح اي دوله. انا باش نقول لك، اما ثم حاجه تؤلم. المحيطين به لازم يكونوا فعلا خبراء منطقيين وعاقلين ويكونوا موضوعيين. راهو المحيط بيك واللي انسان اللي المستشار اذا ما يكونش انسان متمكن عاقل بعيد عنك الرجات راه ما يستقيمش. شو تنتظر في تونس؟ احنا في مرحله انتخابيه وفترات قادمه حساسه في البلاد. والله الانتظارات في بلاد مش راكحه شوي، تبقى ديما امور نقطه استفهام، تنجم تنتظر حتى شيء، يعني ما عندكش قواعد علميه يعني ترجع لها. ثم كل مره زواب هكا واحد. انا مش قد يكون احنا متاثرين بما يتم تمريره في الاعلام، في التواصل الاجتماعي. والله ما نسمع شيء، نسمع كان صوت الواقع وصوت عقلي. انا نصور في الفتره هذه
ساقة ساقة انتخابات ساقة كذا. أما يبدو لي مدام الفوضى هكا ما وجوده هو والتواصل معه حتى يعطي إنتاجه خير. تقول أنت السياسات لازم الإصلاح تكون عميق، مؤسسات، مواكبة التطورات زادة. التطورات ما يلزم الاستقرار هكاك، هي أنت تم هذا ينبح من هنا وهذا ينبح من هنا وهذا يجبد الساق هذا. أنا من رأيي يلزم ياخذ مرحلة أخرى حكم، لعل يوصل إلى درجة ترسيخ هذايا الصدق والإخلاص في العمل والبعد عن السرقات، وبعد يحبوا ياخذوا خلي ياخذوا هكا. كي دور تحوس في الشارع التونسي فما الماجوريتي نتاع الأنهج، شو تقول علاش الوسخ؟ باللي مسؤولية جماعية راه البلدية والتونسي والتونسي. قديم ليس جديد في تونس. والكذب والوسخ والمعاملات، لا 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 ما نبداوش نعملوا قفزة على التاريخ. نحن ثقافتنا القديمة الجديدة الوسخ موجود والنفاق موجود والمحسوبية وعدي لي وخدمني وخد، لا لا موجودة. على بعد أمتار من شارع حبيب بورقيبة فما بناية، بناية هي المفروض حكم قضائي يتم إزالتها بشكل أو بآخر لسنوات، شادينها بالحديد ولت في جنبها مصب فضلات. أمس كانت أمس نهار نظومة كانت تسبب في كارثة، حريق وشعال شعل نار، حريق كبير معنا على بعد خطوات. لو كان تم اتخاذ قرار أن يتم تنظيف البلاصة وإزالة المبنى ذاك ما عمره ما يصير حريق كما اللي صار. يؤلمني حاجة تؤلمني في تونس، أحيانا ما نمدوا إيدينا إلا ما يجينا واحد شنو هذا ونبدو نجري وكذا. تو مثلا زار الرئيس حمام لمف، أنا شفت دار البي ذيك هي حاجة أنا كي نشوفها شيء مولك ما نعرفش واش يستنى، ما وروهالوش زعما سنوات عندها ما وروهالوش زعما، ما فما إدارة عميقة، فما قرارات في تمثل تاريخ خراب وحاله، واللي يجيو حشاك وكلاب وقطط تسكن فيها وكل المجرمين يسكنوا فيها. دار البي نموذج من برشا بلايص في تونس راه للاسف، كي تزور ولايه تونس فما برشا كيفها. قضيه واحد بركه ما ينجمش يصفق، اما الايدي الكل تصفق والعقول كلها تخدم والسيستم الكل يخدم لازم شايره. سيستم يخدم. وهذا علاش قلت لك المستشارين لازم يكونوا الهالب يدوروا ويشوفوا ويجمعوا نحددوا. فكما نحكيو على مثلا مواقع اثريه شنو في ولايه كذا شنو لازم يتبدل، فما اولويات تحديد مصادر الخراب، تحديد مواقع اثريه ما تنجم تدخل لنا السياح بال. انا مثلا حاجه بركه زاد نحمد عليها ربي ونحمد ربي، انا هاك الاضرابات اللي تفسد الحياه والعمل وتخرب البلاد الحمد لله. كانت عندنا برشا اضرابات. شيء مؤلم. لا لي شيء، لا لي شيء. واحد يعمل كان حدا جات تعطي، كان حدا ما طالب شغليه. لا، وانا نعرفهم وعشت معاهم ونعرفهم شكونهم هم. ونتمنى من الرئيس يلتفت لما يوجد داخل النقابات من خور، من استغلال المستضعفين. ثم اموال قاعده تصرف في افراحهم، في اعراسهم. تسال انت منين؟ انسان موظف منين؟ ولذا هذه اللفتة اللي نستناها منه، لست لفتة نستناها منه هذه، أنه شوفنا الاتحاد ويبعد بلادنا على الضجيج و وخليه يواصل الماندا الجاية والسلام. من المواطنين مع مواصل والله هيك، لأنه تو مخربقة داخلة بعضها، ما نجموش مش يقع حتى شيء، وما عندناش حل بديل واضح، ما عندناش بصدق نشوف فيه. ما همش في هنا، انا راني يعلم ربي انتمائي شنو، اما هاني نشوف بعيني ما نشوف شكون اللي هني. شكرا لك.